هل يكون هذا؟ فهذا الحيوان بجسم مختلف حقا. خلق الله ورل السافانا بذيل قوي جدا يساعده على استدارته، ويمكنه ايضا استخدامه كسلاح فعال ضد اعدائه، وهو من السحالي ذات الارجل القوية والاصابع المخلبية والذيل الطويل واللسان المشعب، ويمكنه الجري بسرعة، واذا شعر بالخطر يحاول العثور على مكان للاختباء، واذا لم يجد يلجأ للهجوم. للعقرب ايضا جسم غريب الشكل، وهناك عدة مئات منها في العالم، وفي افريقيا يعيش بعض العقارب في الصحراء، وهذا النوع ذو جسم قوي جدا ويتميز بإبرة الذيل، وبإمكانه قتل حيوان ثدي بقدرة الله خلال ثوان معدودة. وللعقارب أيضا شعيرات صغيرة في فكيها لتحسس أدنى حركة في الهواء ولمساعدتها على تحديد موقع الفريسة، لكنها خجولة عادة وتقضي معظم أوقاتها في أوكارها. الأفعى ذات